ونذهب إلى ليبيا نتلقى اتصال سالم. تفضل يا سالم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سعادة الشيخ. حياك الله. إني أحبك بالله يا شيخ. أحبك الله. أدعو لنا بحفظ القرآن يا شيخ. الله يحفظ كتابه العزيز ويعني العمل به إن شاء الله. مع السالم محمد من ليبيا. تفضل. يا شيخ. نعم. شيخ ناخذ العلم على شخص مجرح يا شيخ. شخص ماذا؟ مجرح. مجرد؟ مجرح أي جرح في شيء ونفذ عنه ولا شيء نفذ. أي طيب. طيب سؤالك؟ هو أنا أخذ عنه العلم يا شيخ. طيب من الذي جرح هذا الشخص؟ مثلا الشيخ ربيع يا شيخ. إيه طيب شكرا لك يا سالم. بارك الله. حياك الله. طالب العلم سماحة الشيخ عندما يعني يقال له سواء من ثقة أو غير ذلك أن فلانا فيه جرح أو فيه مانع من أخذ العلم منه كيف يتثبت؟ والله يا أخي هذه القضية دي أحيانا تكون هوى تجريح الناس سبهم يكون أحيانا يصحب هوى والمصالح الشخصية وأنا ما أحب الدخول في هذه الأشياء. أقول طلاب العلم يرجع لهم الخير وإذا شعرنا بشيء بخطأ ناقشناه إن تمكنا أو سألنا من الذي طبع عن هذا الخطأ. أما التجريح في الناس وذم الناس وتقسيم الناس فهذا ما يصلح لا يصلح فكثير منها يملي الهوى وسباب المسلم سوء واحترام أعراض المسلمين واجبه. جزاكم الله خير سماحة الشيخ.